وانتم بخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من الشارع اللي بيجيكم عبر فضائية القدس التعليمية في شهر رمضان المبارك. معي أنا ليث البرغوثي. اليوم موضوع الحلقة عن المصدر الإعلامي الموثوق اللي ممكن يأخذه شعبنا الفلسطيني بعين الاعتبار، يعني إذا سمع خبر أو شائعة أو أي إشي ممكن إنه يكون منشور على السوشيال ميديا بروح على مصدره الرئيسي ولا بظل على الشائعة نفسها ومصدر السوشيال ميديا. خلينا نسأل هالشارع من وين بأخذ هالخبر. مرحبا. مرحب. كيف حالك؟ الله خليك. عرفنا عن حالك. محمد من رام الله. محمد، المصدر الموثوق عادة بيكون من موقع معين، انت لما تسمع خبر من وين بتتأكد من هذا المصدر؟ هو في مصدر موثوق في البلد؟ مش حاسس في مصدر موثوق نهائيا بالمرة؟ يعني بديش أظلم، بس نسبة 90% كله فيك على الفيسبوك. واليوم صفى الفيسبوك، يعني بتنشر عليه خبر، بتحط معلومة بوش اللي هو كل الناس تحكي فيها، بس شو مصدرها ما بتعرف. عشان هيك لما بدك تغربل لازم تطلع من وين تأخذ المصدر. بالنسبة إلي شخصي، يعني بقتنع في مكانين أخذ منهم، يعني تمام، ولا إشي رسمي من البلد. تمام، بأخذ من الميادين لما بدي أقرأ معلومات عن الوضع الإقليمي أو العربي أو لب لب لب. الوضع الداخلي هون مش دائما، يعني هي 24 أف أم بلس كمان حدا، لا ما بس 24 صراحة يعني بالتحديد. يعني يعني بالنسبة لك الفيسبوك صار يعني هو مادة للشائعات، خلينا نحكي. لا، هو مادة للشائعات، مش صار هو مادة للشائعات. يعني اليوم إذا بدك تضرب أي إشي في البلد أو أي بني آدم في البلد أو أي مؤسسة في البلد أو تحكي عن أي إشي في البلد، أنت بس بتحط على الفيسبوك. بس صارت مثلا الشائعات تصير هي نظام ماركتينج، ما هي يعني زي الناس اللي عرضوا وجبة الأكل ب 500 شيكل يا بلاش، راحوا الناس وهيك وبس عشان يشوفوا شو هالوجبة مثلا. بس هاي هذا موضوع تاني. إيه، على الشائعات. على موضوع انه الشائعات وانها صارت مصدر. اليوم انت بتسوي فعلا هي تسويق، يعني اليوم عشان تحط خبر كذاب عن اي فنان مثلا، هاي هذه الشائعات اللي بتطول الصحافي من زمان، يعني مثلا كانت مصدر دائما على الفنانين العرب. فانت اليوم لما بدك مشاهدة تشوف على الفيسبوك ولا على الانستغرام بتاخذ مصاري، وعلى اليوتيوب بتاخذ مصاري، والتيك توك الجديد، والتيك توك بالضبط، وبتعرفش ايش بيطلع كمان يومين، يعني كمان اسبوع كمان ساعه واحنا واقفين ايش يطلع شيء جديد ترند في البلد. الكلب هاوس بالضبط، فصفى كلياته هذا ترند وبندفع عليه مصاري، بيكسب من وراه مصاري. فبتلفت نظر الناس بكلمه معينه، تشهير معين على بني ادم، او مش تشهير، او خبر وهمي، اي شيء ممكن، يعني تسويق، وبتكسب من وراه مصاري. فهمت علي؟ اليوم نصير نكسب مصاري ان شاء الله. حبيبي محمد، شكرا لك. مرحبا. اهلا. كيف حالك؟ تمام. عارفين على حالك؟ بسان اسمي. بسان، في عندنا مصدر معلومه وفي عندنا معلومه وفي عندنا شائعات. الشائعات بتطلع على الفيسبوك، فبيكون ممكن انها لها مصدر وممكن انها تكون شائعه. خلص تمام. انت من وين بتاخذي مصدرك الشخصي اللي معنيه فيه مثال؟ اذا معنيه في معلومه بكثير برجع صراحه انا من جماعه الكتب. كتب بتحكي عن الموضوع بشكل خاص، مقالات موثقه من مصادر اخبار، اعلاميين موثقين اكيد. لازم يكون الشخص اللي بدي اخذ من المعلومه حدا على قدر من المفهوميه والمسؤوليه. مش من طيب طلعت شائعه معينه بقصد مثلا ماركتينج، بقصد الترهيب، يعني مثلا زي ايام الكورونا الشديده هاي، انت كيف ممكن انه تتلاشي وصولها لاكبر عدد ممكن من الناس؟ انت عم تطلب في المستحيل، لانه السوشيال ميديا عباره عن يعني ساحه موسعه حوالين العالم، فلا رح توصل. بس انا بشكل شخصي بضلني ورا المعلومه لحد ما اتاكد من مصدرها الاساسي، وحاول افرق شوي. يعني نوعا ما بتقدر تكون عارف اذا هاي اشاعه ولا معلومه عن جد، يعني بالفكر او بالثقافه طبعا. اذا بتكون حدا قارئ او يعني عارف شوي، لو 1% عن الموضوع الا ما تفرق بين اشاعه او لا.
طيب الجيل اليوم اللي عايش، انت ذكرتي شيء جميل، الكتب والثقافة. جيلنا اليوم بيروح على المكتبة بيشتري كتب لليوم، بيروح بيقرأ بيتثقف؟ يعني بيجوز لا يتعدوا 3% اللي بيوصلوا المكتبات، أو حتى مش مكتبات، هم إذا كانوا في المدرسة فأه ممكن يوصلوا المكتبة مشان يقرأوا رواية، بينما إذا كانوا في الجامعة يعني لأنه غصبا عنهم مضطرين نوعا ما، بس عددهم أبدا مش كبير. خلينا نكون واقعيين، أكثر من 70% من الأشخاص حاليا يعني ويكيبيديا، بس مش كتب للأسف يعني الشديد. للأسف الشديد، وعن جد يعني هاي تحسسنا أنه عايشين في ضحالة العالم. يعني للأسف بس هيك التوجه العالم صار، ولأ وإحنا لحقين التكنولوجي زيادة عن اللزوم، فإحنا ما بنستغل الإشي الإيجابي منه. لا 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 لا، بس إذا بدنا مصدر معلومة فالأسهل لإلنا تجوجلت، ليش تروح على المكتبة وتدور على اسم لسه مراجع ومصدر وأي رف ولا أحد الخبر ما فيش خلاص ده. بتبنى الخبر اللي طلع بالضبط، لا نقدم استقالته اوكي خلاص اسهل كثير. يابا يمسهل وكان نار في الهشيم في حال كم من يوم بيش صار طالع فوق 50 اشاعه على الفيسبوك. وين 50؟ والله انت مجامله كثير البلد. يعني بحاول الطف الجو شوي. خلاص بدي اجاملك 60 70. شكرا لك بسان، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. شكرا لك. عليكم اهلا. مرحبا. اهلا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. عارفين على حالي؟ انا روما بكير، طالبه في الثانويه العامه الفرع الادبي. طالبه في الثانويه العامه روما. البلد بتكون فيها اخبار اكيد يعني، واحنا شعب الفلسطيني عايش على اخبار. انت شخصيا من وين بتاخذي مصدر معلومتك للخبر، او مثلا شيء بتعلق في مدرستك في حياتك تاخذي المصدر من مصدر موثوق هذا الخبر، ولا تعتمدي على شائع في فيسبوك؟ لا، مصدر المعلومة طبعاً برجع لكل شخص من وين هو بحب أو كيف بحب ياخد المعلومة، لأنه في ناس بتحب تاخد المعلومة هيك شلفكة عشان بس تحكي فيها، في ناس بتحب تاخد المعلومة تكون متأكدة منها. طبعاً أنا صراحة أنا بحب أكثر إشي أخذ المعلومة من الكتب، إذا كان الإشي متعلق بالكتب أو من مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتكون مواقع موثوقة، مش أي موقع الواحد يأخذ منه المعلومة بدون ما يتأكد منها ويبلش يلت ويعجن فيها. طبعاً هذا الإشي خاطئ وإله أثار سلبية كثيرة. طبعاً مستعدة تفتحي التلفزيون عشان تتأكدي من خبر مثلاً؟ صراحة التلفزيون هلا وسيلة ضعيفة تقريباً، بطل حدا يفتحه، بس طبعاً الوسيلة يعني الراديو سيد. الراديو برضه وسيلة ضعيفة، بطل حدا يعني. الصحف الجرايد صحف يا ريت، بس برضه شبه معدومة إذا إذا الراديو والتلفزيون أنت بتحكي ضعيف. أكيد الصحف مع يعني معدومة، فبحكي لك عشان هيك أحسن إشي يعني الكتب أو مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتكون أصلاً موثوقة، لأنه هي أقوى مصادر المعلومات حالياً وأسرعها، يلي الإنسان على طول بيقدر ياخد المعلومة فيها. شكراً يا راما. عفواً. العام وأنت بخير. وأنت بخير، شكراً. مرحبا. أهلين، هلا. كيف حالك؟ تمام الله يخليك. عرفنا عن حالك. سامي بركات. أستاذ سامي، مصدرك المعلوماتي من وين بيجي؟ حسب طبيعة الخبر. وين بجيبه يعني؟ حسب طبيعة الخبر، إذا كان له علاقة بالصحة في هناك مراجع صحية، ممكن يكون مثلا الإنترنت اليوتيوب بتساعدنا بهذا المجال. طيب فرضا طلعت إشاعة في الشارع الفلسطيني ومعظم الناس يعني تداولوها هاي الإشاعة وصارت شبه مصدر موثوق، إذا كل الناس أنت بتتعاطى معها شخصيا؟ حسب طبيعة الإشاعة. يعني الإشاعة إيش زي إيش مثلا؟ يعني مثلا خبر استقالة بني آدم أو خبر مثلا جريمة أو إشي وصارت متداولة وهي عارية عن الصحة. حسب إذا بتهمني أو ما بتهمني، إذا ما بتهمني I ignore it يعني ما. بالضبط، إذا كانت بتهمني بتحقق طبعا. بتحب انه تتبع المصدر؟ اكيد بحب اتحقق، اكيد 100%، يعني ما بتعامل مع الاشاعه كاشاعه. طب الصحف لساتها الها الهيبه اللي كانت زمان؟ والله لا، هو الاعلام بشكل عام في كل العالم ما عادش زي اول. يعني بتحس كثير من الاخبار والاعلام بتكون موجهه. طب شو السبب؟ عدم ثقه يعني؟ ولا خلص؟ لا ما بعرف، يعني انه قليل ما يكون الاعلام يعني انه يصادق حسب المواضيع، بحسه مسيس دائما من مصادره يعني. مسيس الاعلام من مصادره يعني. شكرا لك. هلا وانت بخير. وانت بخير. هلا. هلا.
كل عام وانت بخير. وانت بألف خير انت والجميع ان شاء الله. عرفنا على حالك. محمد لداد ورام الله المزرعة القبلية. سيد محمد، في اخبار تطلع عادة كل يوم فيها اللي بيكون مشبوه، مدسوس، إشاعة وما شابه، وفيها اللي هو بيكون مصدر رسمي موثوق. انت شخصيا كيف بتتأثر بهذول المكيالين؟ يعني هو شوف، يعني حاليا بحكم وجود يعني الكم الهائل من السوشيال ميديا وما شاء الله تعالى اللي معتبره كل واحد في من ابناء الشعب المحترمين ومعتبر حاله موقع اخباري، الكل عماله بحط من مهب ودب اخبار، يعني هاي قمه الخطا. احنا المفروض كمواطن وبدك تتلقى الخبر بالشكل الصحيح، المفروض تأخذ الخبر من الوسائل الرسمية الحكومية، إن كان إن كان الخبر يعني نوعا ما يخص الحكومة، وإن كان خبر نوعا خلينا نقول مثلا خبر يخص بلدية، أنا المفروض أخذ هذا الخبر من موقع البلدية، ما أخذ عفوا لا من فلان ولا من علنتان. هذا هو يعني المفروض إن نأخذ مصدر بالشكل. ما هو الصحفي صار معه تلفون يصور كل شيء وصار كل الناس صحفيين يعني في الأخير. أنت شو رأيك في الناس اللي كل إشي بيصوروه سواء بيحترموا الخصوصية أو بي 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 بتنحوا عن هذا الاحترام؟ شو رأيك فيه؟ مع احترامي الشديد لمن يلقبون أنفسهم بالصحفيين، يعني هم يعني عملوا سلبيات في المجتمع أكثر من إيجابياتها. على فرضا في كثير من القضايا صارت، صار سيم الناس ينزل خبر على عادته الشخصي بدون ما يرجع لمصدر موثوق، فهذا الخبر يعمل سلبيات في المجتمع أو يعمل إشكاليات أكثر من إيجابياتها. بس للبلبلة وال نعم صحيح، يعني كان كثير البلبلة في الشارع الفلسطيني، وفي النهاية نصير لا يلا انفي الخبر، ما تنفيش الخبر، ارجع للمصدر. صدكم صدق. هاي قضية. القضية الثانية إن صار الخبر نفسه لما انت بدك تاخذه من اكثر من مصدر يصير عندك خلينا نقول يعني ارتباك، او يصير عندك اشكاليه معينه، او يصير عندك لبس وتداخل في معاني الخبر الواحد. يعني خلينا نقول نفرض يعني الجدليه مثلا في موضوع خلينا نقول موضوع ما حكومي، تلاقي تعدد مصدر الخبر من وفا، من تلفزيون فلسطين طبعا هذول المؤسسات الرسمية، من فضائية، من فضائية ما، من صحفي بيسمي حاله صحفي، من رواد السوشيال ميديا، والكل عماله بحط في الخبر نفسه، ولكن إن غيرت لي معنى كلمة أو حطيت بدال واو حطيت أو يعني أنت بيختلف المحتوى، عملت إرباك عندي كمشاهد أو كمستمع أو كقارئ للخبر، تلقي عملت لي بلبلة، صفيت، أنا مش قادر أعرف يعني هو الخبر صفى رسمي أو غير رسمي أو صحيح مش صحيح. فهاي هي إشكالية كبرى في الشارع. شكرا لك. العفو حبيبي. العام وانت بألف خير. وانت بألف خير. أستاذ حافظ البرغوثي، كل عام وانت بخير. انت بخير. اليوم الموضوع يعني خير من يتكلم فيه حضرتك، بسبب انه كثرة الشائعات عبر التواصل الاجتماعي وهي الصفحات اللي ممكن انها تكون مش صاحبة مصدر رسمي. فشو رأيك انت في الناس اللي صاروا يتبنوا هذه الاشاعات على حساب المصادر اللي موثوق فيها؟ سهولة النشر على وسائط التواصل الاجتماعي ادت الى مثل هذا الوضع، وبما اننا نعيش عصر السرعة لا يوجد لدى الإنسان مصادر موثوقة للإنسان العادي إلا حاليا على الموبايل أو النت، وبالتالي هو يصدق ما يراه أو ما يقرأه، لو وبالتالي تكون الإشاعة والفبركة سهل ترويجها ضد الحقيقة. أنا شخصيا لا أخذ حتى التصريحات الرسمية إلا من مصادرها المكتوبة وليس المرئية أو المسموعة، فيجب التأكد من المصدر إن كان حصيفا ورزينا أو أما لا أخذ عن النت أو الفيسبوك أو تويتر. هذه يستطيع أي إنسان أن يضع ما يشاء من صور، من فبركات، وبالتالي هذا يضر، وبالتالي يستطيع أي إنسان
لمآرب خاصة أن يروج ما يريد وأن يتهم خصومه بما يريد. المصدر هو الكلمة المطبوعة التي يمكن العودة إليها ومراجعتها على الورق أيضا وعلى المصدر عبر النت أفضل مما تسمعه أو تقرأه من أي شخص آخر. وبالتالي هناك أكاذيب كثيرة روج لها وما زالت قائمة والناس يعتبرونها مقدسة بينما هي غير حقيقية. لا أريد أن أذكر كثير من التفاصيل لكنها واقعية. وبالتالي بالنسبة لأي إنسان عاقل يجب أن يتأكد من الكلمة المطبوعة والهوية المصدر المعروف. أما على النت وعلى وسائط هذا فهذا حتى صحف الصفراء لا يمكن الوثوق بها ولا المسموعة ولا المرئية. شكرا لك أستاذ حامد. رامي، المصدر الإخباري تبع هالبلد تأخذه من السوشيال ميديا ولا من مصدر الحقيقي؟ يا أخي نفسي أنا أعرف منين بده أخذه. يا أخي كلهم هم صاروا إخباريين. يا أخي نفسي أشوف واحد مش صحفي، نفسي أشوف واحد مش مصور. يا أخي نفسي لك خبر صح في الآخر. شو أقول لك؟ كله إشاعات في إشاعات؟ يا زلمة هي إشاعات. كل واحد صار فاضي يحمل لك هالمايك وكاميرا وبقول لك أنا صحفي. طب شو رأيك يعني في الناس اللي زادت هالشائعات هاي؟ لا يا زلمة إذا بدنا نخش في الجد مش هيك يعني، يعني لازم كفي أصلا رقابة على هاي الشغلات. يعني نساك من إذا نيجي نحكي عن الفيس وغير الفيس، نساك من الفيس. يعني الفيس أي تافه صار عنده صفحة فيس ويقعد يتهبل عليها. جزء كتير وياك هسا حطك جسد وتفكش معي مثلا، بس هذا رأي تافه. بس لما بدك تيجي أنت تحكي عن صفحات في موثوقة لازم مش بس موثوقة، إذا من مصادرها من صحفيين متمرسين عارفين من وين يأخذوا الخبر. بس مثلا واحد قدامه مأخذ من قرية عايش وبيجي بحكي لك مثلا عن رام الله. طب انه يا زلمه انت مش عايش في رام الله اصلا عشان تكتب خبر عظمة. بالضبط. وفي الاخر بكسح هيجي ومش فاهم. طبعا القصد انه مش انه قروي ومدينه، لا القصد انه تكون بعيد عن مصدر الحقيقه. بالضبط. انت اصلا مش فاهم شو فيه. صحيح. انت يعني كلك واحد، انت صاحب صفحه، انا رنيت لك تليفون قلت لك في رام الله مثلا في شيء، انت دغري تنزله لا بدون ما اتاكد المعلومه. واذا طبعا واذا الصفحه لسه بكفي عليها ناس هاي مشكله برضه، فهمت علي؟ إيه ما تكون متابعه. وفي لسه الصفحات اللي بتخزي اكثر، صفحات التسحيج هي يعني مثلا بيبقى فيها 6000 بوست 7000 بوست عن واحد عن شخص. ليش طبعا عدم مؤاخذ يعني اذا بدك تحكي عن ننسى اجرا فيش حدا بيسحج هالكد. بس في صفحات يعني عارف ايش كثير في تفاهه. برجع اقول لك في ناس حافظين الغبا حفظ اخوي. فهذول هم هذول مين وفهم. لا حافظينه حفظ. وفي ناس فاهمين وفي فاهمين الحقيقه هذولك فيش عليهم خوف، بس راح حافظينه. ابو الريم اخوي كل عام وانت بخير. مشاهدينا الكرام، هاي كانت حلقتنا لهذا اليوم، وهذا كان راي الشارع الفلسطيني الواضح انه مش معتمد على اي مصدر. واضح انه في تضارب في الاشاعات والناس مش فاهمه ولا اي شيء. من وين الأخبار ومن وين المصادر؟ عن داري. المهم إلى اللقاء. السلام عليكم.